يا ودي احنا كنسولوك عن الصحراء الغربية وانت طايرني على الجزائر. شوف شوف انا نقول لك شي الصحراء دابا الغربيه اللي تتقول لي عليها الصحراء الغربيه صافي ما بقاش الصحراء الغربيه ولا الصحراء المغربيه صافي راه سالينا الملف. شوف 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 الملف سالينا حسن انا عادي في التالي اخويا حسن صلي على رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. كاين واحد المثل عندكم في المغرب كيقول لك كيت الحمار دوا البقره. هذا المثل الشعبي المغربي هو ينطبق عليك بالحرف الواحد. علاش؟ شنو هي؟ كيفاش؟ ما سمعتكش مزيان. هناك مثل مغربي شعبي، مثل شعبي مغربي يقول كيت الحمار دوا البقره. لا دابا انت يا شوف دابا انت انت اصلاح فمك دابا حتى انا قلت لك حتى انا قبيل شنو قلتي لي؟ قلتي لي لا ما قلت لك حنا ماشي ولاد الحق ولا خلينا نهضر. يا حسن راه غاتفهم فهم خاطئ وراه غادي تهضر وهذا وهذه هي الهضره اللي هضرت انا في الاول وفهمتها خاطئه. يا حسن يرحم امك اسمعني باش ما تفهمنيش فهم خاطئ، لانك لما تفهمني فهم خاطئ راه غتظلمني فهمك. خليني نكمل لك الفكره باش تفهم كيفاش انا وظفت لك هذا المثل، وبعدين تقول اللي بغيت تقول من حقك، ولكن ما تساطرش رأيك. هناك مثل شعبي مغربي يقول كيت الحمار أدوى البقرة. ما معنى هذا الحديث؟ غادي نقول لك ما هو معنى. أنت تطبق النظرية الببغائية في تكرار ما تسمع فقط. لماذا؟ لأني غادي نعطيك واحد الجوج لثلاثة الأسئلة تقنيين بسيطين الجميع كيعرف، الجميع كيعرف، وانت غادي تجاوب بنفسك على الخطاب المغربي اللي هو كيت الحمار. خطاب المغربي هو كيت الحمار، دوا البقرة شنو هي؟ هو على أنكم كتعطونا ثقة حقيقية بأنكم تجسدون خطاب الاستعمار والنظرية الاستعمارية التوسعية. هذا هو المثل، فهمت المثل الآن؟ طيب السؤال الأول تقني، قضية الصحراء الغربية أين توجد؟ الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية، اعتبرني أنا مانيش صحراوي، اعتبر أنت نفسك مانكش مغربي، أوكي؟ شو. اعتبرنا فقط محايدين نتحدث بالمنطق بالواقعية. أنا نقول لك الصحراء الغربية. دابا الجزائريين الصحراء اللي اللي خليني من رب الجزائريين يا صاحبي. خليني دابا نهضرك على على الصحراء الجزائر. لا خليني الجزائريين يشتتنا؟ خليني واي فهمني. أنا واي فهمني. محترم. ناقشك واي ناقشك في موضوعي. صنع هضر محترم انا واش انا سبيت قلت شي حاجه يا ودي انا كنقول لك اسمعني يا ولد اسمعني يا ولد اسمعني الله يهديك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمعني يرحم امك. لا انا تنسمعك هضر. لما نعطيك سؤال جاوب. قضيه الصحراء الغربيه اين توجد؟ هضر جاوبني. ايوا دابا انا ما بغيت نجاوبك انت تقول لي لا خلي الجزائريين بعاد ما تجاوبش ما تساعدي ما تساعدي. مسول يا عن الجزائريين وماني مسول عن الموريتانيين وماني مسول عن المغاربه وماني مسول عن الصحراويين. سالتك عن قضيه الصحراء الغربيه اين فين جات؟ اين توجد؟ توجد الصحراء الغربيه توجد ما بين موريتانيا والجزائر. سول عن الاقليم يا اخي الكريم وسولتك عن القضيه الملف. وانت ودابا ولات ملف قلت لي اين توجد؟ دابا الملف الصحراء الغربيه. انا ما قلت لك اين توجد الصحراء الغربيه، قلت لك اين توجد قضيه الصحراء الغربيه. اين توجد؟ تحدث عن قضيه الملف. الملف صافي الملف صافي تسالت سطوا سالا ولا دابا الصحراء مغربيه. هو شفت حسن دابا هذه نظريه ولو طارت معزل. وهذه الان حنا عندنا الصحراء المغربيه خديناها ما تقوليش. اوكي 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 ماشي مشكل ماشي مشكل سد المايك. حكيم 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 اللي يعطيك حبه في الطراري. يا سعيد تبارك الله عليك انا عندي شي شغيله نمشي نخديه. المهم حنايا حنا الصحراء المغربيه خديناها بقات الصحراء الشرقيه. حكيم سامع اخويا. نعم لحظه يا قرطه الله يجازيك.
حكيم. يا اخي يا اخي خليني نجاوبك، انت انا نجاوبك على السؤالات اللي طرحت على ذاك السيد، لانه هو بغى يدخلك واحد الفكر ولكن دخلك مقلوبه. هو ما كيهضرش على الصحراء المغربي، كيهضر على اقاليمنا الشرقيه، الصحراء الشرقيه هي باش محمد الخامس. مرحبا مرحبا، انا نسمع عليك. واش انت شفتني انا كنرضع صبعي؟ انا راه ما كنردعوش صبعنا تحنا عسير، واش انا تعاملت معاك انك كترضع صبعك؟ ماشي مشكل. قول اش عاد اش اللي بغيتيني نجاوبك عليه دابا؟ انت كيفاش انت غادي ديرهم عليا انا ولا شنو؟ لا انا قلت لك هو كان كيهضر على تندوف هو شنو؟ وبشار اللي تطربق لي محمد حكيم الخميس يا حكيم ما بغاش يدير اتفاقيه ديال ترسيم يا الحدود. حكيم حكيم هذاك الاسلوب راه كنعرف انا وكتعرف انت. بس حمد تبعا نتبعوك في الهضره اللي كتقول، ولا احنا راه ما عندناش ما اسلوب. تتبعني اللي يتبعك للارض، انا ما تتبعني تابعني شو الدور فيا، شو الدور فيا انا تابعني، انا ما ندورك تتبعني، انا ندورك تتبع الحقيقه، تتبع الواقع، تتبع ما هي الحقيقه؟ سؤال واضح، اين توجد قضيه الصحراء الغربيه؟ اولا وخليني نجاوبك ما تقاطعنيش، اولا انا لا اعترف بك بانك صحراوي ما دمت لم تثبت لي بانك صحراوي، لان نعرف ان شي الاخر مرتزقه، خاصك تثبت لي بلا صحراوي. انا اعترف بالصحراوي اللي كاينين في العيون، في الداخل، في ابو جدور، هذه اولا. ثانيا هو الملف ديالها في الامم المتحده، ولكن بقول الحكم الذاتي ماشي ليست ماشي في القضيه ديال تسويه الاستعمار. ثانيا اعطيني اعطيني هاد الخمس سنين الاخر شي دوله اعترفت بيكم، اعترفت بالصحراء بلا ماشي مغربيه من غير الجزائر. وثالثا الملف ديال الصحراء الغربيه